أعضاء جمعية منتدى البيئة للتنمية والسينما والمسرح، بعدما كان لنا لقاء افتتاحي لهذا اليوم الدراسي بمدينتنا الشامخة القصر الكبير في 26 من هذا الشهر، وها نحن اليوم نجدد اللقاء لنتمم بالملموس ما بدأناه، وهو إسماع صوت المجتمع المدني والتأثير في القرارات، باعتبار أن الفاعل الجمعوي يشكل قوة اقتراحية لا محيد عنها للترافع من أجل مناقشة قضايا مهمة تتعلق بمخططات ومشاريع التنموية، سواء منها المحلية أو الجهوية أو الوطنية، وهو الشعار الذي اتخذناه لهذا الملتقى، أي الفاعل الجمعوي والمجتمع المدني في حوار مع الشأن المحلي. فنحن بكل مسؤولية ووعي نضع اللبنات والأسس القويمة في الصرح الديمقراطي من أجل مغرب أفضل منسجم مع مقوماته الحضارية الضاربة بجذورها في عبق التاريخ. أيها الحضور الكريم، كلنا نعلم أنه مع نهاية القرن العشرين وأمام تقدم الإنسان وازدهار الصناعات، أصبح العالم يعاني من تلوث وتدهور في الوسط الطبيعي، مما سبب اختلالات بيئية وأركيولوجية، فطرحت عدة تساؤلات حول مصير الكوكب ومدى قدرته على التكيف مع أنماط الإنتاج والاستهلاك المفرط لموارده الطبيعية، في محاولة لإيجاد حل وسط لحسن استغلال هذه الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة. ولهذا فإن كان المغرب قد انخرط في هذا البرنامج التنموي ورفع التحديات الاستباقية من أجل الانتقال التدريجي للاقتصاد الأخضر، فليس عنا نحن أيضا كمجتمع مدني وفعاليات مجتمعية إلا أن ننخرط بدورنا في هذا المشروع الطموح في التزام تام بقصد المساهمة في تسريع وتيرة هذا المشروع بمشاركة والإعداد والبحث عن البدائل والتعامل مع هذه الاستراتيجية مع التركيز على الدور التحسيسي والتوعوي. فلقاؤنا اليوم في هذه المائدة المستديرة وبوجودكم الفعلي هو أحد المداخل لتحقيق هذه التنمية. ولعل اختيار موضوع التنمية المستدامة في إقليم العرائش المؤهلات والعراقيل هو إضافة نوعية للمشهد الديمقراطي، وكلنا أمل أن يحقق هذا اللقاء الأهداف المنشودة من خلال ما ستعالجه وتتناوله مداخلات ضيوفنا الكرام، مشكورين على تلبية دعوتهم الدعوة، والله الموفق. السلام عليكم.